وإلى فقرتنا الأسبوعية، فقرة موضة مع الجميلة ميمي. لا تكتمل أناقة المرأة طبعا إلا بالحلى والإكسسوارات، وكما تتغير موضة الأزياء في كل موسم كذلك موضة الإكسسوارات، ويبدو أن سيدة هذا الموسم هي اللآلئ. على أي حال، للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو استشارية المظهر ميمي رعد. صباح الخير يا ميمي. صباح الخير. احنا بنقول إنه اللآلئ هي المتسيدة، بس أنا دائما عارفة إنك أنت بتستوحي لبسك من موضوعك. مزبوط. أنت لابسة شيء بعيد جدا عن اللآلئ. لأنه اللآلئ طبعا هي من القطع الرائجة، إنما أصريت أنه تكون بالعنوان العريض لأنه بس نزلي إيدك شوية وركزي عشان ياخدوا اللي أنت لابساته. بس تيكي في عندي لؤلؤة بس حتى كرمال، لأنه عادة يعني بنحكي عن اللآلئ بأسلوب كتير كلاسيكي. ليش يعني قصدت أنه ينحط بالعنوان العريض؟ لأنه هالمرة بهالموسم أخذوا اللآلئ وحطوها بأسلوب روك أكثر، يعني بعيد عن الستايل الكلاسيكي اللي متعودين عليه. رح نبدا بالاول بحقائب اليد يلي هي عندها دلاله كبيره انا بعتبر على شخصية السيدة اللي حاملتها. ودائما بقول انه بالاكسسوارز زي ما بقول لكم it can make or break your look، فممكن هالاكسسوارز اللي لبسينها كان تصنع الطلة او تدمرها او ايه، يعني يخلي اللوك يكون متألق او بالمرة صحيح. فالحقائب اليد اللي رائجة لهذا الموسم هي اللي عندها شكل هندسي، ما ضروري تكون بحجم كبير، والمسكة تبع إذا بتشوفوا المسكة شوي ريترو، منا المسكة يعني ذكرتني بصور جداتنا. صح. فهيدول مش معناتها نحن هلا عم نفرجي القطع الرائجة. مش معناتها كل شيء نحن عنا يعني خلص أكدنا عليه. صح. بنرجع من 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 بس يعني ما بتنحط تنشال، لا بتحمليها هيك او بتحطيها ماكسيموم هون، بتحمليها على بايدك. كمان اللي كان الشيء هيك غير شيء بهذا الموسم هو استعمال المواد مثل الفرو، الطبعات الحيوانيه كمان للجزاز والمخمل، هن كمان كثير رائجين. مثلا هدول الثلاث جزازين اللي بهالصوره على ثلاثة ديزاينز مختلفة، هيدول كتير هلا يعني هن اذا فينا نقول الات باج لهيدا الموسم. والجنازير كمان دخلت الى صنع الحقائب، وكمان الدبابيس مثل ما شفنا هلا، الفارو مثل ما عم نشوف بالوان واشكال مختلفه. هلا نحن ما بعرف قد ايه هالميلة من العالم مش هيك فينا، اذا ما رح نقدر نلبس فارو نحن وعايشين. لا وبعدين كمان بنحمل الشغله من الفارو. ايه بالنسبه للمراه العاديه هذه الشنط بتكون دائما اسعارها مبالغ فيها، فالمراه العربيه ما رح تلبسها كثير يعني. حتى لو عندنا شويه برد فيمكن ما بتلاقي بالاسواق هالنوع من الشنط باسعار مختلفه، ما ضروري نروح على مو دائما الديزاينر. كمان الكلتش من الجزادين اللي هي اللي بعدها كبير صغير، كمان الاثنين الكبار والصغار كمان فيت لها الفرو، وفي كثير اشكال هندسيه خاصه للليل. بالنسبه طبعا احنا لما بنقول كلتش هو يعني حقيبه اليد اللي ما عندها مسكه. صحيح. رائع الاورنج على فكره، اشكال هندسيه كثير بارزه. بننتقل للاحذيه يلي هي في عندنا في تنقل من الاربعينيات للستينيات لا اذا بنشوف الصور بس حتى يلحقوا شو عم بحكي. سو من الاربعينيات للستينيات للاسلوب الذكوري للتصاميم يلي كثير الذكوري كثير حلو، كثير انت البروبس بتحبيها. ايوه كثير حلو. طيب هدول هي اللي هو الزمن الجميل، هيدي الاربعينيات يلي بتذكرنا بهيديك الحقبه، هيدا الاسلوب الذكوري، وكمان في البروبس يلي انت بتحبيهم. أيوة. يعني الكعوب شوي ماسك يعني ذكوري. إيه. شوي يعني مش عش الكعب الرفيع. رائعين. بس لا بعد شيء مهيرة الستيلاتوز ما رح يوقفوا. انا عم بقول لك الاضافات الجديده لهيدا الموسم مش معناتها كنسلنا. شفتي مثلا هيك بعد شيء ستيلاتو بس ليكي حدا شو مقابله في شيء كثير فيوتورستيك. ما بعرف قد ايه هيدا ما كثير بيلبق لكل الناس تلبسها. وفي كمان شيء كثير جديد الجزمه العاليه انا لا متناهيه. ايوه البوت يعني البوت العاليين عاليين عاليين، هيدول كمان السيدات يلي
بطول معين يتفادوا يلبسوا هالنوع من الجزمه و سامعه مهيره حبيت انه قال بطول معين و يتفادوا ينسوا. هلا شوفي في جزمات كمان كثير رائجين بيوصلوا لوسط الربله، هيدول عم نفرج المخمل لانه المخمل والفرو كمان داخل بالحذاء الرائج لهيدا الموسم. في الجزمه يلي بتوصل لنص الربله هيدول كمان يعني ايش يعني نص الربله نص الفخذ يعني؟ لا لا مش الفخذ سوري ربله الرجل من تحت البطه هيدول اذا ما كان طولك متر و75 وبتطلع لا تعمليها لا بليز بس كثير هدول دارجين مثلا. بس شفنا كمان الكيج بوتس اللي هو البوتس المفتوحين ممكن يكونوا مناسبين للاجواء الخليجيه او العربيه. ايه بنتو بوتس رائجين هدول موجودين لانه واصلا انا كثير بحب البايكر بوتس. البايكر بوتس لساتهم موجودين انما في عندهم اضافات جديده هيدا الموسم كمان للجريئات اللي بحبوا يلبسون. الابيض دارج بعرف كمان مش كثير هين الواحد يلبس جزمه بيضاء هلا بالصيف. انتم كمان ما كثير حبستوا لما قلنا انه الحذاء الابيض رائج انما ما كادوا مكفى. انت مش من محبي كمان الشوز الابيض؟ انا بحب الحذاء الابيض يعني بيكون بوينتي كيف بدي اقول لك تعلمت حبه بالصيف لبسته مروس بس ما بعرف هيدي البوتيز ماني كثير اكيدة. طبعا الحيوانيه كمان لساتها انا من عندي يعني كوحده بتحب الموضه لكن غير خبيره فيها ولا كذا لا حد يشتري جزمه بيضاء بتتوسخ وفلوس ضايعه. اشري لميمي على جزمه بيضاء وانت شوبينج بتصرخ بتنهار على حد لا بعمل مثل انا مقتنع انه لا 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 كويس. بننتقل للحزام يلي عنده هالسنه نحن تعودنا الحزام يكون رفيع هالسنه عم يرجع بيطلع عريض عريض طبعا مش كثير سميك انما وسط وبيناسب الكل وحتى البكله كمان كبرت يعني صار في العريض يناسب كل الاجسام ليكي بهيدا العرض ايه ما في مشكل لانه منه كثير عريض انما انتبه على البكله يعني حسب بدك تاخذي بعين الاعتبار يكون في تنسيق اذا ما عندك التورسو تبعك كثير كبير ما فيك تحطي بكله كبيره يعني حيكون شيء مضحك. بالنسبه للاكسسوارات عودة إلى أقراط الأذنين يلي بنسميه شاندليه هيدا عم فرجيكم بالأول هيك عطيتكم صورة هيك بس ثريا يعني تستوحوا من العجقة الموجودة. جميل هول الأقراط الأذنين يلي شاندليه رجعوا كثير درجوا كانوا من كذا سنة رائجين اختفوا هلا رجعوا درجوا طبعا مثل الثريا أو الشمعدان يعني اسمه شاندليه مثل الثريا كمان في الستايل يلي هو بيكون أكثر روك إدجي يلي مثل ما عم تشوفوا أنا هدول على هدول يلي بتحطيه مش بس عادي بتزين الدينة بأماكن مختلفة على الدينة. هدول أنا هي صراحة اشتريت منهم كثير بس أنا خايفة حيطلعوا من الموضة بعد شوية لا ليك مستمرين صح هذيك السنة نلبسهم سول السنة شوية يعني عندنا لحقي نفسك يعني بالضبط كل يوم البس واحد الأسلوب الآخر كمان يلي بدنا نحكي عنهم هن الخواتم يلي أنت بتحبيهم يا عشقهم التريد مارك تبعي يلي بتعرفي يعني في نفس الخاتم يزين اصبعين كمان عم ارجع افرجيكم اللولو كمان بالنسبه للخواتم رائج اذا بننتقل للعقد العقد مثل ما قلنا كمان في كثير كريستلز موجودين وكمان في هيدي البول يلي شفناها بالصوره اللي قبل سيلين عملها ما بعرف قديش رح تكون تلاقي رواج انما موجوده كثير شفتي بعد لولو لولو بطريقه مختلفه مختلف كليا وسلاسل سلاسل سلاسل يعني قد ما بدك. ايش رايك في هدول اللي هم كبار وبتكون عليهم كلمات؟ ليكي مثلا لونفان هالسنه عملوا هلا بنشوف بعد شوي شي هيلب شي كذا صح كول لوف يعني ستيتمنت بتمرق بس انا بزهق منهم بسرعه هالستيتمنت يعني اصلا كمان العقد اللي انا حطيته ستيتمنت بس كمان هذا الشيء هالنوع من الاكسسوارز بتزهق منه ما فيك تلبسيهم اكثر من مره. يعني ما هي الاساسيات اللي يجب المراه انها تبدا بها؟ لا عم نحكي اضافات ميمي بسرعه بس هيك شو كيف تلبسي العقد يعني حطيت لكم بفتكر في صوره بعدين وانا كمان عم جرب يعني الشعر بتفوتيه تحت
العقد لاجرفيلد عملها هالسنة. الصور كمان بتفوتي شعرك تحت العقد. هلا انا شعري مش كتير طويل، انما يعني الشعر الطويل احسن كويس تحت العقد. بس اذا فينا نرجع بشكل سريع كيف لان طريقه حمله الحقيبه اليد كمان كثير مهم. اذا فينا نفرجي بالصوره حقيبه اليد بنحمل حتى لو كان عندها مسكه، بنفوت ايدنا بالمسكه وبنرجع بنلقط الجزدان من تحت. على فيكتوريا بكم. على فيكتوريا بكم. كيف هلا لما قلت لك على فيكتوريا أيوة. كيف بدك شفتي كيف هيك هيدي كثير هلا كمان دارج نلبسهم. واذا بدنا كمان اكسسوار اخير نضيف اللي هو طبعا الفرو بجلوفز دارج نلبس الفرو او نحط ايطال هيك شلحه بالسفر ان شاء الله. بالسفر او مثلا في كثير ايام بالصحراء بس في برد المتر صحيح تكوني جلامرس وتلبسي شويه فرو ليش لا صحيح. نظارات سارة برافو عليك نسيت النظارات. نظارات يلي اكثر شيء كانت على الدرجه لهالموسم الكات ايز، انما الكات ايز شفتي باساليب مختلفه يعني بتقدر يكون سكوير بس برضه حلوين. عنده في وحده مش كات ضاربه على باتمان هي اللي على اليسار هدول بس مش معناتها بجربتك مش يعني رح نلغي كل شيء عندنا، هدول الاضافات الجديده لهذا الموسم. كوكو شانيل بتقول دائما انه شيلي قطعه قبل ما تطلع من البيت، بس انتم شكل الموسم هالموسم لا انه ذا مور ذا بيتر يعني كل ما يكون اكثر كل ما يكون احسن يعني ما بتطلع في المرايه اغلبيه الديزاينرز كانوا عم بيزيدوا من عدا في كذا يعني اثنين ثلاثه كانوا مينيماليستيك، انما اغلب الديزاينرز بهيدي المواسم كان وانت انتعشتي. انا كثير بحب واضح واضح جدا يعني. طيب الوان نقول الوان هذا الموسم طبعا شفنا انه الابيض موجود رغم انه خلص داخلين في الشتاء، بس ايش حسيتي ابرز الالوان اللي الواحد مثلا يجيب شنطه او حذاء في هذا اللون؟ للشتاء في كثير رمادي وفي كثير ليكي في بعض الوان ما فيني اقول لك لانه مثلا في الوان قويه مثل بيك بيكهام او برادا حطوا الوان او صارخة، انما اغلب الالوان او نسيت اي ديزاين حتى اورنج بس اغلب اذا بدنا نشتري شنطه واحده انا يعني بفضل نروح دائما نروح اذا بدنا نروح على لون واحد خلينا نكون رمادي هيدا السنه رمادي لا ابيض ولا اسود خلينا في الرمادي لا قطعنا بالابيض والاسود هلا رمادي. شكرا لاستشاره المظهر ميمي رعد. طبعا هي عاده يا ابيض يا اسود لكن مش